مخيم عمر المختار وسط مدينة سامراء لإيواء النازحين يضم 77 عائلة نزحت من منطقة سيد غريب التابعة لقضاء الدجيل بعد أحداث 2014. لم يسمح لهذه العوائل النازحة بالعودة ولا أخبار تصلهم عن منازلهم، فهم في المخيم منذ 5 سنين، لكنهم اليوم مهددون بالطرد بعد قرار فوج طوارئ صلاح الدين السادس بإخلائه. احنا نازحين من سيد غريب وقاعدين هذا المخيم، مخيم عمر المختار في سامراء، ومنطقتنا محررة صار 5 سنوات، ومهجرين صار لهم 5 سنوات، واجوا القوات الأمنية من إخلاء هذا المكان. المكان به 77 عائلة، يعني هاي الحكومة المحافظ قاعد عمليات يذبون العالم بالشارع. يعني انت مكان ما تجي شيني رجعني، رجعني لمنطقتي محررة، منطقتي محررة. قيادة عمليات سامراء أرجعت القرار إلى أسباب تتعلق بملكية البناء الذي يشغله النازحون، فهو يتبع إلى مديرية التربية، لكن العوائل هنا تقول ألا ملجأ لها غير المخيم، وبخلافه سيكون التشرد في الشوارع مصير 600 شخص. أساسا مو مخيم، إعدادية مدرسة تابعة إلى تربية سامراء، وتم مفاتحتنا من قبل مفاتحة قيادة العمليات من قبل تربية العمل صلاح الدين حول إخلاء هذه الإعدادية، وحسب الأمر تم تبليغ العوائل المتواجدة في هذه الإعدادية لتسليمها إلى التربية، ومن ثم تبليغهم للتهيئة لغرض استبدالهم بمكان آخر ملائم. نازحو سيد غريب ليسوا وحدهم، فإخوتهم في النزوح من بيجي ويثرب وناحية سليمان بيج ومحيط مدينة آمر ليواجهون المأساة ذاتها، وعادة ما تعزو السلطات أسباب منعهم من العودة إلى الإجراءات الأمنية. نزوح آخر ينتظره النازحون هنا في مخيم عمر المختار، ومن وجهة إلى وجهة يحملون حقائبهم وانتظاراتهم والأمل بالعودة إلى البيت الأول. لقناة الفلوجة سفيان يوسف، سامراء.